في إطار محاربة الجريمة بشتى أنواعها، تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في فرقة الشرطة القضائية لأمن المقاطعة الإدارية باب الواد من تفكيك جماعة إجرامية مختصة في سرقة المؤسسات العمومية، متكونة من 3 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 18 و20 سنة. العملية كللت بالإيجاب بعد عملية التحري واسعة حول هذه الجماعة الإجرامية، مكنت عناصرنا من توقيف المشتبه فيهم مع استرجاع جهازي كمبيوتر، 3 هواتف نقالة ومخزن معلومات. بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية المعمول بها، سيتم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة.